حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال النائب الثاني لمحافظة كربلاء علي المجالي إن التضخم السكاني بسبب الهجرة من المحافظات الأخرى منذ عام 2003 ما يزال مستمرا، وأوضح المجالي أن هذه الزيادة إضافة إلى عدم إجراء تعداد سكاني حقيقي شكل تحديا كبيرا للحكومة المحلية في كربلاء لتوفير البنى التحتية والمشاريع الخدمية لجميع المواطنين على حد قوله. قالت العضوة السابقة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر إن الظروف غير مواتية للذهاب نحو الاستثمار طويل الأجل الآن بسبب الحاجة المستعجلة لإنقاذ فئات أصابها الفقر والإحباط واليأس. وأكدت شاكر أن الوضع الاقتصادي الآن يحتاج إلى معالجات على المستويين القصير والمتوسط، مثل إنعاش المصانع لتشغيل اليد العاملة وتأهيل البنية التحتية ومحطات الكهرباء وتنمية الزراعة لرفع مستوى معيشة السكان. بدأت لجنتا النزاهة والاستثمار في البرلمان الحالي جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهان نجار. وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي إنه بدأ جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهار نجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مبينا أنه تم جمع 75 توقيعا حتى الآن. وأكد النائبان بحسب السلامي على إحالة الملف لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد. تعرضت الليرة اللبنانية إلى انهيار تاريخي جديد أمام الدولار وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السبت 40,000 ليرة لبنانية للشراء و 40,000 ليرة و 100 ليرة للبيع في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية التي تشهده السوق اللبنانية. وتؤكد تقارير دولية أن نسبة ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية تجاوزت 500% في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ مدة طويلة. حذرت إدارة مصر في إنجلترا من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بضرب الأسر بشكل أسوأ من صدمة أسعار النفط في السبعينيات. وأضافت الإدارة أن إنفاق الأسر على الطاقة كحصة من الداخل يمكن أن يكون أعلى بنسبة نقطتين مئويتين هذا الشتاء مقارنة بعام 2019، وهذه الزيادة أكبر من مثيلتها خلال أزمة الطاقة في السبعينيات، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الغاز وسط نقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في إحداث فوضى في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.